صباح الخير يا متابعي، لا احد يسكر، ضروري تشوف السنابات دي للي يعانون من الاكزيميا، نوع من انواع الجروح تجي في الرجل الله يكرمكم في اليدين وفي الجسم. انا سبق وجتني، قسما بالله ما في علاج ما استخدمته، ما في شيء ما جربته، ما في شيء ما تفلسفت فيه. سبحان الله، الامل بالله كبير. تخيل لدرجة اني الله يكرمكم زيت الفرامل حطيته على رجولي ذبحتني. هذا كلام، يمكن الكلام ده صار معي قبل يمكن 3 سنوات او شيء زي كذا. موضوع طويل تطفشون منه، ولكن بعطيكم مختصر، وبختصر لكم الموضوع. السناب عشان بتغلق ان شاء الله اني الحق. فسبحان الله ما في شيء ما استخدمته، لدرجة اني خلاص قلت بروح الصيدلي، ابغى يضحك علي بس يعطيني علاج، ابغى اقنع نفسي ان هذه ما لها علاج. بس سبحان الله دخلت الصيدلي كذا، والله دخلت بس ابغى اقنع نفسي اني ما قصرت، اني حاولت، ولكن سبحان الله اعطاني علاجي ب9.5 ريال، بنزل لكم صورته. سبحان الله، ولكل داء دواء. واستخدمته اول اسبوع بدأت تختفي. سبحان الله يا ولد، ثاني اسبوع ما عاد لها اي شيء. اللهم بس العلاج 9.5 ريال فيه كورتيزون ما يصلح للاطفال. انا عندي طفل عمره 2 سنين فيه، واستخدمه له، بس انه يخلي اثار، ترى يخلي اثار يعني زي البقعه كذا، بس انك تفتك من الجروح ما عاد تاكلك. ترى مشكلة اللي يعاني من الجروح دي مشكلة، بنزل لكم صور.